اليمن أسوأ الأماكن على وجه الأرض للأطفال، قالتها اليونيسف سابقا وتؤكدها الحرب يوميا. هذا طفل يحكي عن تعرضه وأصدقائه لعظة كلب كلفت أحدهم حياته. كان نحن أربعة نلعب قد محل كلب صيد، دحين الباقي ثلاثة، أنا الحمد لله عملت إبر، دحين عاد باقي اثنين ما يقدرش يعني يعملوا إبر، ما عادش حق الإبر. داء الكلب الوباء الذي انتشر مؤخرا في مدينة تعز، وبات يشهد تفاقما خطيرا يهدد حياة المواطنين بشكل عام والأطفال بشكل خاص. فبحسب إحصائيات لمركز داء الكلب في مستشفى السويد للأمومة والطفولة بالمحافظة، سجلت 243 حالة إصابة، منها حالة وفاة واحدة. رحمه الله توفي أثر عضة كلب، والمنطقة هنا متروعين من الكلاب ويحتاجون اللقاحات اللازمة، وقد عض عدة أطفال وقد تم إسعافهم إلى أماكن لم يجدوا اللقاحات اللازمة. هو مرض فيروسي قاتل يجهز على المصاب بعد ظهور أعراضه في فترة تمتد من 4 إلى 5 أيام في حال لم يحصل على اللقاحات اللازمة. وترجع أسباب تفشيه لتوفر بيئة مهملة تتجمع فيها المخلفات التي تعتبر مرتعا للكلاب الضالة، الناقل الرئيسي لهذا الداء. بعجز وخيبة أمل يقابل الأطباء المصابين، فعدم توفر اللقاحات يجعلهم فاقدي الحيلة أمامهم إلا من مواساتهم والدفع بهم لشراء اللقاحات وإن بأثمان باهظة. فالمركز ومنذ 3 أعوام يعاني الإهمال التام من وزارة الصحة ومكتبها بالمحافظة، وكذا المنظمات العاملة في المجال الصحي والإغاثي. يعني ما يقارب 3 سنوات لم تتحصل أو لم يتحصل هذا المركز على جرعات لقاحات أو أمصال خاصة بهذا المرض. عدد الحالات التي تصل إلى الآن كبيرة جدا. 3 أعوام ويزيد عانى فيها اليمنيون من أمراض وأوبئة تغلب عليها العالم وتجاوزها، فإلى أين تمضي بهم الحرب ومشعلوها؟